أسعد الله أوقاتكم مشاهدي ومتابعي فضائية تركمانلي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نظرة إلى الأحداث. مشاهدي الكرام، نتواصل معكم في تغطية الأحداث المتعلقة بوباء فيروس كورونا، وهذا الوباء الذي أصبح الشغل الشاغل بالنسبة للعالم أجمع. هذا الوباء ظهر في الصين في مدينة ووهان الصينية، ثم انتشر إلى بلدان أخرى وضحاياه اليوم بالعشرات الآلاف. هناك وفيات بأكثر من 10,000 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم. هناك الإصابات وصلت إلى أكثر من 400,000 إصابة، حتى هذا الوباء وصل إلى حتى الدول المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. هناك دول معروفة بنظامها الصحي المتميز أصبحت عرضة أو أصبحت في قبضة هذا الوباء: إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية. هناك إصابات بعشرات الآلاف. العالم كله الآن متحد باتجاه مكافحة هذا الفيروس، هذا الفيروس الذي لم يتم حتى الآن العثور على علاج أو عقار أو حتى لقاح من أجل مكافحته. لكن هناك تضافر للجهود على مستوى العالم، وأيضا في العراق أيضا هناك أيضا جهود متواصلة فيما يتعلق بمكافحة هذا الفيروس. محافظة كركوك أيضا سجلت إصابات بفيروس كورونا. العراق أيضا كان هناك إصابات، أحد الإصابات الآن أكثر من 300 إصابة في العراق بفيروس كورونا. هناك وفيات بحوالي 27 حالة وفاة حتى الآن. محافظة كركوك أيضا هناك خلية أزمة في محافظة كركوك. هناك مختلف الدوائر المعنية المسؤولة عن هذا الملف متواصلة في جهودها، وهناك حظر تجوال وإجراءات صارمة أخرى فيما يتعلق بمحاولة إبقاء المواطنين في منازلهم للحد من انتشار هذا الفيروس. مديرية الدفاع المدني أيضا مشاركة في خلية الأزمة الموجودة في محافظة كركوك. هناك جهود كبيرة أيضا تبذل فيما يتعلق بتطهير وتعفير الشوارع والأحياء السكنية والكثير من المناطق في محافظة كركوك. الدفاع المدني اليوم راح نسلط الضوء على جهوده فيما يتعلق بجهود مكافحة فيروس كورونا، ونستضيف في برنامجنا اليوم مدير الدفاع المدني في كركوك العميد صالح محمد علي. مرحبا بكم سيادة العميد في برنامجنا. مرحبا بكم سيادة العميد. أيضا مديريتكم ودائرتكم أيضا هناك جهود كبيرة تبذلها فيما يتعلق بجهود مكافحة فيروس كورونا ضمن خلية الأزمة الموجودة في محافظة كركوك. ممكن تتحدثنا بشكل عام عن جهودكم في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المشاهدين الكرام. أخواننا أبناء مدينة كركوك، مديرية الدفاع مدني كركوك، عندما حصل انتشار فيروس كورونا في العراق وفي العالم أسرى، أنه تواصلنا مع الجهات ذات العلاقة وهي دائرة صحة كركوك، وأبلغناهم بتهيئة كافة الخطط اللي موجودة ومعدة مسبقا لمواجهة هذا الحدث. عندما تلقينا النبأ أنه وجود حالة إصابة في كركوك والتحديد في منطقة الحرية، اتصل بها السيد مدير الدفاع المدني العام اللواء كاظم سلمان بوهان، وبتوجيه من السيد وزير الداخلية والسيد وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي، بأنه لازم تقوم مديرة الدفاع المدني لا تكون مكتوفة الأيدي، ونقف ننتظر ماذا يحصل. فبادرنا إلى إيجاد عملية لعملية تعقيم المنطقة والبالإمكانيات المتاحة. صراحة كانت أول مديرية في المحافظة العراقية بادرت في هذا الموضوع، وأول مديرية في كركوك يعني، حتى أنه الصحة أنه ما بادرت لي قبل أن تبادر الصحة. نعم، قبل أن تبادر باتخاذ إجراء. فبدأنا بأنه أبلغ السيد المدير العام بأنه نهيئ وسائل. فأنه من أين يأتي بالوسائل، انتقلت ويا زملاء الضباط وانتقلنا إلى مكاتب الزراعية. جلبنا مواد معدات وحاولنا أن نوجد المادة اللي ممكن أن نستخدمها، فجابونا بأنه موجود مادة الفيرجون حسب الاختصاص جماعة فريق السيبير أن. يعني يوجد لدينا فريق سيبير أن، وهذا الفريق للضربات الكيميائية. وإحنا واجباتنا الأخرى الدفاع المدني ليس الوبائية وإنما الكوارث الأخرى يعني اللي موجودة، فهذا اختصاص دائرة الصحة. فإحنا دخلنا ويا الصحة على هذا المنوال. وتمكننا من أنه الحمد لله أنه قدمنا ما يعني ولو هو الشيء القليل يعني من نعتبره أنه كان نسبة لهذا الوباء، لكنه قمنا بشراء معدات مرشات زراعية، وبادرت دائرة الزراعة في كركوك بأن أعطتنا هولدر ما يسمى بخزان ومجهز بمضخة وبها صوندة حدود 40-50 متر، فبدأنا نكافح بهذه
الرش نعقم المناطق. نعم. أول ما اتجهنا إلى المكان الذي ظهرت فيه الإصابة، قمنا بتعقيم الدار. وكان دار أول عائلة كانت أول عائلة اللي ظهرت به. نعم. قمنا بتعقيم الدار والفرع بالكامل. نعم. خوفا على أنه من الانتشار. نعم. بعد ذلك انتقلنا إلى المسجد أو الجامع اللي موجود منطقة الوحدة. في هذه الأثناء بعد ما كملنا الجامع انتقلنا إلى المدرسة. هذا بنفس اليوم وبصحبة السيد محافظ كركوك. نعم. وعدد وزملائي من المنتسبين والضباط اللي موجودين بال، وكان تواصل مع السيد مدير دفاع مدينة العام في هذا الموضوع. على أثر هذا أنه كملنا المكان انتقلنا إلى مكانات أخرى، لأنه اتضح أنه الوباء منقول. نعم. أشخاص ملامسين. نعم. وملامسين خارج العراق، أنه قادمين. نعم. من إيران أو، فقمنا بتعفير أكبر مكان توجد فيه أشخاص تعقيمه هو أنه توجهنا باتجاه المزارات والمراقد الموجودة داخل المحافظة. نعم. فإشان عندنا موجود 3 مراقد في ناحية قضاء دعقوق، وهو الإمام الهوى وزين العابدين عليه السلام والصحابي جابر. نعم. فقمنا بتعقيم هاي المنطقة ورجعنا للداخل، باشرنا بتعقيم حول الكليات والمدارس. نعم. فباشرنا قبل التعطيل أم بعد تعطيل الدوام؟ بدء التعطيل، وبدأ من عند الإصابة بدأ التعطيل. نعم. دخلنا إلى رئاسة جامعة كركوك وعقمنا عدد من الكليات اللي موجودة ورئاسة الجامعة والأقسام الداخلية اللي موجودة داخل مجمع الصيادة. نعم. ومن ثم انتقلنا إلى الأقسام الداخلية اللي هي خارج موزعة داخل المحافظة، لأنه هذا أكبر تجمع طلابي. نعم. ومن مختلف المحافظات، قد يكون أبناء كركوك داخل كركوك، لكن من يجي واحد أنه قد يكون ملامس في بغداد، وقد يكون واحد طالب من البصرة، طالب. نعم. يكون من الديوانية من أي محافظة أخرى، أو من سليمانية جاء طالب موجود، أو شخص راح لسليمانية رجع. فإحنا دخلنا بهذا الموقع وحاولنا أنه نحد من انتشاره بشتى يعني أي وسيلة. هذه قبل بدء حظر التجوال. نعم. بدأنا نستخدم المواد اللي موجودة، أنه استقينا في خدمة خلية الأزمة في كركوك. نعم. وكان هناك اجتماع موسع لخلية الأزمة والمنظمات الدولية. المنظمات الدولية اجتمعنا معهم فحول إبداء المساعدات للمدينة كركوك. نعم. وظهور بها إصابة، فكانت بعض المحافظات احتمال موجود بها لكن لم تعلن أو تعلن أو اكتشفت. نعم. فكركوك اكتشفت أول ما اكتشفت أول إصابة كانت. نعم. نعم. في كركوك هي مو قد يكون مو هي أول إصابة في كركوك، لكن. نعم. أكو في بعض المحافظات. لكن صحة كركوك. نعم. من كشفت أعلنت. نعم. أعلنت بأنه هذا المكان أكو إصابات فيروس كورونا بالطبع. إيه. فهل أنه كانت محافظة أخرى تستر أو كذا، هذا. نعم. يرجع بحث آخر. نعم. بحث آخر. نعم. نعم. التقينا بالمنظمات الدولية الموجودة في كركوك. أجابونا بأنه أخير وسيلة، قال أنه مادة القاصر استخدموها هي تكون يعني والحجر الصحي. لذا أنه نوع قدم وعدم الملامسة واستخدام الكفوف والكمامات حسب ما حكينا يا أبو الصحة الدولية، قال أنه فقط للملامسين أو الطبيب المعالج. نعم. أو اللي قريب ما يقدم في تماس مباشر مع المريض. نعم. اللي يقدم للمريض خدمة هو الذي يرتدي القفازات والكمامات. الدفاع المدني احنا بدينا نشتغل على مختلف الاحياء السكنيه. ظهر اصابه في تازه، انتقلنا الى تازه وعلى المكان اللي ظهرت به، يعني شلون نحدد البؤر الموقع نقطه. نعم. ننتقل على هذا النقطه في محيط هذا المحيط. في هذا المحيط. نعم. انه نحاول انه نحجم الانتشار. نعم. لانه اذا فيروس موجود معالق حتى نقتل مكان. نعم. بنفس السرعة. بعدين ظهرت بأنه وجود أحد أشخاص اللي من تازة، من سكن التازة. نعم. ونفس البيت اللي كان فيه مصابين، أنه يعمل في كهرباء تازة محطة. نعم. التوليد. انتقلنا إلى محطة التوليد حسب الاتصال مع ضابط الشرطة اللي موجود هناك المسؤول عن الحماية، فقال أنه وجود عندي شخص أحد المصابين من العائلة المصابة. ملامس يعني. ملامس. نعم. نعم.
جئنا إلى المكان، حركنا مفرزة وقامت المفرزة بتطهير المنطقة، تعقيمها المكان، وأي مكان تواجد فيه. نعم. وأيضا تم حجرهم الموظفين نفسهم، تم حجرهم في نفس الدائرة. نعم. بنفس الوقت أنا تواجد في هذه الغرفة، عقمنا الغرفة. انتقل وجلس بالغرفة الثانية، عقمناها الغرفة. نعم. أي مكان وصل له إحنا عقمنا، ليه؟ حتى أنه حتى ما يكون أدنى أنه تاركين بدي يعني فرصة بسيطة للفيروس بالانتقال إلى أي مكان آخر. نعم. بالنسبة للأخرى بدينا بالأسواق الشعبية. سيادة العميد، أنتم من مثلا تتوجهون على حي سكني أو منطقة سكنية مثلا، يعني تلقون طلب من المواطنين مثلا، المواطنين هم يخاطبوكم او يبلغوكم؟ نعم، طلبات من المواطنين، تعالوا عندنا وهي منطقتنا. فتلقينا طلبات عديده. نعم. من مختلف، يعني بغض النظر عن وجود ملامسين ام غير ملامسين. نعم موجود منطقه العروبه، اجونا حتى المختارين وقدموا لنا طلبات. فرحنا لهم، وكان عندنا قبل يومين بمنطقه العروبه وعقمناها المنطقه والجوامع اللي موجوده عندهم هناك والمدارس، فقمنا ب نعم. هذا الدليل يعني على الوعي الصحي من المواطنين. نعم. بذل الوعي الصحي. والمواطن إذا هو ماخذ مثل علي حذر تجوال وما معقم المنطقة فإحنا عقمنا المنطقة والحمد لله ماكو بذل هذه المناطق ما ظهرت بيها يعني. الحمد لله. الحمد لله إنه ماكو لو أكو مثل إذا زاد وبذلت إنه بوادر له إصابات أخرى. نعم. عندما تزرع زرع إنه ينبت. نعم. فالحمد لله ماكو نبات الحمد لله لاي فيروس. نعم. يعني خلينا نقول هذا المصطلح يعني. نعم صحيح. نعم يعني صحيح. هو انتشر فعلا. نعم. انت كما انه تبخ فت عطر. نعم. في مكان ينتشر بالمكان. نعم. فالحمد لله هذا ماكو انتشار. الحمد لله. كركوك يعني تقريبا كركوك. احسن المحافظات وفي كركوك يعني حسب ما عرفنا من الصحه لا يوجد انتشار للفيروس بانتشار افقي. نعم. عدوى من شخص لشخص ماكو. فقط العدوى الأمراض اللي قادمة. نعم. الوافدين من خارج الوافدين العراق. من خارج العراق. نعم. واتضح بأنه جميعهم وافدين، وهم 7 أشخاص اللي تم تحديدهم. نعم. 6 مثلوا للشفاء وبقى شخص واحد في الحجز الصحي. نعم. و18 أو 19 شخص كانوا في الحجر الصحي وخرجوا وبقوا 2. إذا إجى الثانية مرة ثانية أخر بعدين لحد الآن ما أعلن عن هذا الأعداد الأخرى الإضافية. فهذا بالنسبة لنا كإجراءاتنا اللي أخذناها. بدأنا بالأسواق الشعبية اللي موجودة داخل المحافظة. نعم. والشوارع الرئيسية، طريق بغداد، بدأنا من تقاطع المحافظة باتجاه ساحة المحافظة، وهذه المحلات والأسواق اللي موجودة يعني لأنه مكتظة بالمناطق المكتظة بالسكان. نعم. تجمعات بالتجمعات السكنية. نعم. واللي يرتادها أكبر عدد من المواطنين. لأكو محلات يرتادها 1 أو 2. نعم. ماكو زخم. نعم. لكن هذه المنطقة بها زخم، فوجهنا له. أكو منطقة رأس الجسر. نعم. المناطق المزدحمة. المناطق يعني المزدحمة. نعم. اللي في كركوك إحنا تسمياتنا نحكي. نعم. اللي موجود عندنا طبعًا. إيه. فدخلنا برأس الجسر على منطقة القلعة، سوق القلعة اللي تعز لحد القيصرية، باتجاه كراج الحويجة، المصلى، الكتل المصلى، هاي المناطق كلها إنه عقل. بإمام قاسم، بالإسكان. فهذه كلها وصلناها، سوق الحصيرة وصلوا جماعتنا عقمناها. نعم. إلى رحنا إلى رحيماوة، المناطق اللي سوق رحيماوة لوجود اكتظاظ بالسكان هناك في هذه الأمولات، فقمنا بتعقيم هذه المناطق وبلغت يعني أعداد حدود 1700 محل إلى دار إلى مستشفى، المستشفيات اللي موجودة داخل كركوك كلها عقمنا. نعم. مستشفى الجمهوري لأنه بدأ من حجرة والأشخاص اللي موجودين بالبداية. نعم. نقلهم للمستشفى الجمهوري. فأصبحت هاجس للناس أنه المستشفى بالجميع ملوث. نعم. طبعا يعني الآن تم تخصيص يعني ردهات وبائية. نعم. في كل مستشفى حاليا. فردهات الوبائية. ردهات الوبائية من خلو منطقة الحجر الصحي. نعم. الحجز الصحي بالأحياء الصناعي. نعم. والحجر في كيوان. احنا بادرنا على انه حتى الخوف على المواطن مستشفى الجمهوري قمنا بتعقيمه من الخارج كامل. نعم. بنايه المستشفى بالكامل واخذنا جنح الظلام وطلبنا من الصحه التنسيق افراغ المكان حتى تدخل دورياتنا. نعم. وعجلاتنا بالقيام بالتعقيم بالمنطقه. فالحمد لله عقمناها. الحمد لله.
يوم أمس كان في مستشفى آزادي، تم تعقيم المستشفى بالكامل خوفا أنه حتى لا يصير انتشار. عندنا خطة أنه مستشفى النصر والأم علي، أنه ذاك اللي حي النصر، أنه ما علي ذاك الرجل إلا القليلة والوافدين أنه من داخل، ومركز تخصصي حسب ما نعرف أنه احتمال أنه قضية مال صالات الولادة أو كذا فيه، فيكون علي حركة قليلة. فراح نطلع في اليوم بعد يوم غد أو بعده نعقم هذا المستشفى بالكامل. نعم سيد عميد، يعني الآن منتسبيكم منتسبي الدفاع المدني في مواجهة مباشرة، مثل ما أنه الطبيب أو الكوادر الصحية شلون في تماس مباشر مع المريض وفي تماس مباشر مع الإصابات الموجودة في فيروس كورونا، أيضا أنتم يعني المنتسبيكم الآن في تماس مباشر مع في حالات التطهير والتعفير، يعني نعم. ربما هناك أماكن موبوءة موجودة فيها الفيروس على الأسطح، ربما على الملابس، على جهة معينة مثلا، من خلال عمليات التعفير من خلال عمليات التطهير تقومون بالقضاء على هذا الفيروس، لكن المنتسب الدفاع المدني راح يكون في تماس مباشر مع هذا الفيروس. نعم. يعني أكيد عندكم احتياطيات معينة. نعم. تدابير صحية معينة لمنتسبيكم، يعني هذا موجود. نعم موجود لدينا فريق CPRN ومجهز ببدلات واقية وقفازات وكمامات ونظارات واقية بنفس الوقت، بحيث أنه من يدخل للمكان من ينسحب ينزع ملابسه خارج بالمنطقة دي، وأكثر الملابس تتلف اللي هي استخدام واحد يتم إتلافها وبمكان خاص حسب الاسم. والإضافة لذلك عند الانتهاء يقوم بتطهير أشخاص فيما بينهم، بتطهير واحد الثاني على مودي حتى أنه خاف أكو عالق به. نعم. حتى يخلص من عنده قبل أن يخلص حد للسيارة يرجع مرة ثانية. يعني عندكم فرق متخصصة بهذا نعم الموضوع؟ نعم إحنا عندنا فريق CPRN. نعم. وهذا الفريق مخصص للضربات الكيميائية، لكن أنه استخدم للأمراض الوبائية. نعم. عالية. نعم. وتم دعمه من منتسبين الآخرين من فريق النخبة ورتل الطوارئ بتجهيزهم بالمعدات أخروية. نعم. طيب هذه المواد، مواد التعفير ومواد التطهير اللي حصلتم عليها. نعم. تحدثت عن موضوع شرائكم من مكاتب الزراعيه. نعم. الحصول عليها، هل هناك ايضا مبادرات اخرى فيما يتعلق بتبرعات ربما من المواطنين من جهات معينه من اجل دعم الدفاع المدني في هذا احنا الجهد؟ اول يوم قلت لك اشترينا قمنا بشراء مضخات من مكتب آلان، الشخص آلان ثاني يوم تبرعنا باربع مضخات اضافيه. نعم. محموله ذات يعني مواصفات أخرى تختلف عن اللي أخذناها، أكفى من عدها، وهي أنه تكون شحن كهربائي وفي مجهز لجهاز توربو. نعم. حتى يضخ أكبر وبخاري يكون بل. وجهزنا قدمنا مساعدة أخرى أنه هولدر محمول على عربة 100 لتر. نعم. وبإمكاننا إدخاله بأي مكان. نعم. حتى في الغرف، حتى يعني في يصل للغرف، ما يصل داخل انه اذا يصير تقدر تدخله داخل الغرف داخل البنايه. بس انه مثلا الدرج يصير صعب. نعم. لكن مجهز بصوندة عنده حوالي 30 متر الى 40 متر. نعم. تصير، وهذه نقدر نستخدمها بتطهير اكبر عماره موجوده بداخل المدينه. نعم. وكذلك يستخدم للازقه الضيقه. نعم. اذا مكان مكان ضيق ندخل بهذا المكان، واذا شارع عريض احنا موجوده عندنا بيكابات بها الهولدرات اللي اخذناها من الزراعه الموجوده، واحنا في صدد شراء هاي المواد. نفس الاجهزه راح نكملها انه نكمل فريق كامل متكامل بهذا الخصوص. فقام مكتب آلان مشكورا بتقديم لنا هاي المواد من حسابه، بالاضافه ذاك تابعت وراء فتره يعني بتقديم مساعدات من قبل شركات او الجهات الناس الميسوره بتقديم مواد التعقيم. نعم. للدفاع المدني. قامت بعض الدوائر الأخرى بتقديم دعم للدفاع المدني لكي يواصل يواكب هذه العملية. نعم. كذلك إلى مديرية الدفاع المدني دعمتنا بمبالغ مالية بأنه لشراء مواد تعقيم وأجهزة. فالحمد لله أنه نستطيع أن نكمل في حالة أنه اكتمال صرف هاي المواد وشرائها من الأسواق المحلية. نعم. لكن يعيقنا عملنا حاليا أنه حظر التجوال، ما تلقي المادة والمحل ما موجود. نعم. وإذا تعرف واحد يجوز عند الثاني موجود، لكن ما تعرف هل هو موجود عنده أو. نعم. لا، هي المشكلة تصير يعني حضرت الجوال هم أثر على عملكم طبعا. نعم. الموضوع أثر على أنه بتأمين المواد. تأمين المواد. نعم.
تأمين المواد بتنقل من تذكر لك أنه في بغداد يعني الحركة تكون محدودة. نعم. ولو مسموح لنا إحنا نتنقل لكن أنه الهاجس اللي أنه لما تدخل بغداد تلقى هذه الحركة مشلولة داخل بغداد. نعم صحيح. لازم تروح على مكان وتأمن شخص. فأنا من أدخل من أروح من كركوك لبغداد لازم أتصل بأشخاص ببغداد يأمنوا لي هذا الشخص حتى نلتقي. وهذا الشخص يريد لازم تأمن له المبالغ بالكامل حتى يكون يأمن لك المادة. إيه نعم. نعم. فإحنا أمننا ويا شركة الصناعات الخفيفة لشراء بعض المواد واتفقنا وياهم على أنه وسيتم تجلب المواد خلال هذه الأيام. نعم. السيد العميد قبل أن أسألك السؤال الثاني لكن هناك بعض المعلومات أود أن أذكر المواطنين بها فيما يتعلق بآخر الإحصائيات في ضحايا فيروس كورونا. هناك حسب الأرقام منظمة الصحة العالمية أنه عدد الوفيات وصل حتى هذه اللحظة 19744 حالة وفاة حول العالم. المصابين 439763 شخص تم الكشف عنهم وإعلانهم رسميا، هذه أرقام رسمية من الدول بالطبع. نعم. عدد المشافين أو المعافين هذا المرض أو هذا الوباء 111942. طبعا الصين لا زالت تتصدر عدد المصابين بالفيروس رغم أنه الأعداد القليلة التي تم تسجيلها خلال الأيام القليلة الماضية 81218 إصابة، لكن إيطاليا الآن برزت كأعلى معدل الوفيات 6820 حالة وفاة حتى هذه اللحظة. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تسجل أرقام عالية في عدد الإصابات، إصابات فيروس كورونا. الآن الولايات المتحدة الأمريكية حسب آخر الإحصائيات 55081 إصابة، عدد كبير. أيضا الولايات المتحدة بدأت تسجل خلال يومين الماضيين إصابات ب10000 و8000، أعداد كبيرة. يعني الآن العالم كله يحاول أنه يجد عقار أو علاج لهذا الفيروس. الدفاع المدني أيضا في محافظة كركوك أيضا إلى دور في هذا التعفير وفي هذا التطهير. تعاونكم هي خلية الأزمة الموجودة في محافظة كركوك، يعني هل هناك دعم من خلية الأزمة؟ هل هناك توجيهات معينة من خلية الأزمة تتحصلون عليها خلال الأيام القليلة القادمة الماضية وخلال الأيام نعم. القادمة؟ نعم خلية الأزمة يعني إحنا عندنا اجتماعات دورية نعم وتواصل على الواتساب اكو خلية الأزمة. نعم. وتواصل بها ابي لحظة بلحظتها كل الجروب موجود ضمن خلية الأزمة اللي موجودة بالإضافة الى الإعلاميين والجهات الساندة لخلية الأزمة. نعم. فخلية الأزمة تقوم بالتوجيهات ونبدي آراءنا ومقترحاتنا ومرتبطين بنفس الوقت بخلية الأزمة في العراق في كثير نعم. القرارات. لجنة الأمر الديواني. نعم الأمر الديواني 55 احنا ملتزمين بهذا الأمر وعليه تسير الخطة بهذا الأساس. نعم. ولا يمكن انه اتخاذ قرارات مناقضة لهذا الأمر الديواني او لخلية الأزمة المركزية. بالتأكيد. اي لانه احنا مثلا ناخذ حالة على كركوك قد تكون بغير محافظة موجودة حالة يعني هذا ينطبق عليها او نعم. عدة محافظات ينطبق عليها هذا الحالة. نعم. إيه. بعض المحافظات مثل أكو مثل حضرة تجوال. نعم. في قسم من المحافظات قطعت الطريق ما بين لا خروج ولا دخول إلها. نعم. حالياً كركوك أيضاً أعتقد غلقوا. إيه نعم هو غلقوا بس إنه موجودة بعض. نعم. حالات استثنائية. نعم. استثنائية كل ضيقة أكيد. إن شاء الله. أكيد. ونتمنى تكون والحركة إنه تكون محدودة حالياً داخل كركوك يعني. نعم. حسب ما اتفق على إنه فقط الأشخاص المخول لهم. الصحة والقوات الأمنية بالإضافة إلى لأنه محافظة كركوك محافظة نفطية نعم. فموجودة بها عدة جهات من الشركات النفطية نعم. فهذه الشركات النفطية ما يمكن أنه تتوقف عن العمل نعم. يعني إذا توقفوا بالمنتوجات النفطية قطع النفط والغاز والنفط نعم. والبنزين والغاز عند المواطنين فلازم هذا يباشرون وهذا دوامهم مناوبة نعم. على مدى 24 ساعة شركة النفط والإنتاج مالها وكذا موجود بها فلازم يكون بها يعني أولوية بالإضافة لذلك عندهم موظفين خارج المحافظة لازم ينتقل خارج المحافظة نعم. فتشوف أكو حركة يقول لك ماكو حضر تجوال ولا ماكو حضر تجوال ما تلقى الشارع فارغ هي الفئات المستثنات موجودة نعم بالشارع يعني هي هذه الفئات المستثنات موجودة داخل الشارع نعم. لكن موجودة الكمل هذا من القوات الأمنية نعم. والكذا لنفس الوقت حضر التجوال والسيطرة على الأمن داخل المدينة نعم. فهذه كلها يعني تنطي فد انعكاس يعني يعني حضرة التجوال اكيد لها اهميه فيما يتعلق بوقايه من الفيروس طبعا لو
لو كان انه الاختلاط واسع نعم لحصلت مصائب اكثر. نعم بعدين. طيب هناك الان حديث عن اصابه في ناحيه تازه من اهالي ناحيه تازه، امراه توفت البارحه، هناك حديث عن اغلاق تام لناحيه تازه من حيث الدخول والخروج ومن حيث اتخاذ اجراءات صحيه في داخل الناحيه فيما يتعلق بفحص المواطنين هناك، اجراء فحوصات طبيه، الكشف عن الملامسين الموجودين هناك. عندكم اجراءات معينه هذا كدفاع مدني؟ بالنسبه لنا كدفاع مدني احنا في حاله ثبوت نعم. انه هذه الحاله احنا سنقوم بتعقيم المنطقه اللي موجوده باسناد الصحه نعم. ساند الصحه بهذا الموضوع نعم. اما اذا هذا الامر هو متروك للصحه والجهات الامنيه الاخرى انه اذا ظهرت راح يصير حجز المنطقه او كذا، فهذا الامر متروك للصحه واللي راح تحدد انه نعم. اصابه من عدمه إيه؟ زين التنسيق تنسيق بينكم بين دائره الصحه موجود عند التنسيق مع دائره الصحه ودائما اتصال مباشر مع الدكتور كريم ولي والدكتور زياد بالاضافه مع السيد المحافظ لانه يعني رئيس الخديه نعم. فاتصال مباشر معه او عن طريق قياده الشرطه او المقر المتقدم لله. طيب سياده العميد عندكم خطوط ساخنه معينه لاتصال المواطنين لاي حاله تحصل ربما احنا في هذا الموضوع خطوطنا طلبات التعفير مثلا خطوط الدفاع المدني موجود هو عندنا 115-115 نعم. هو نفسه غرفه عمليات الدفاع المدني موجود وبامكان اي مواطن الاتصال به حل. نعم يعني مديرية الدفاع المدني في كركوك كانت أكثر المديريات في المحافظات بالنسبة لمبادراتها والإسراع في عملها فيما يتعلق هي التي بادرت نعم. أول واحدة بادرت في هذا الاستخدام نعم المستخدم مستوى العراق نعم. فما أعرف إذا أكو بعض المحافظات وبدون إعلام نعم لا نعلم، لكن إحنا بادرنا ودعمتنا الفضائيات كانت نعم. مرافقة لنا في كل واجباتنا. نعم هو هذا السؤال الآخر يعني تعاون وسائل الإعلام يعني. هنالك بعض الدوائر نعم. يأتي للدفاع المدني ويطلب المساعدة من الدفاع المدني نعم. والدفاع المدني يقوم بتعقيم الدائرة عندما ينشر أو يفصح عن نعم. أعماله قامت الدائرة سين من الدوائر نعم. بتعقيم الدائرة وبإشراف مدير الدائرة ومعاونه وكذا نعم. وهو اصلا ما موجود اصلا ما موجود اصلا عمليه التعقيم من ولا الدفاع المدني ولا التعقيم من الدفاع المدني وقام بها كادر الدفاع المدني نعم. وبالاخير يقول مشاركه وبعد انتهاء بعد دوام كل اكيد يعني نعم هو موجود نعم. حتى قسم الدوائر ما موجود بها دوام نعم مثلا اكو موظفين وكذا ندخل للدائره نجي للدائره التنسيق معهم احنا راح نجي نعفر لكم ويطلبوا من عندنا من نعم. نحصل نجي نلقى موظف في تحت دائره لكن لا مدير دائره واكو وقامت بكذا كذا وتركت الدفاع المدني بال نعم بانه كشيء ثانوي نعم. اصبح كشيء ثانوي بالنسبه نعم. طيب اذا انت تريد وانت قمت بهذا التعقيم ليش ما قلت بنفسك انت وجبت المواد وعقمت نعم مو نعم. وجبت جبت مرشات مرشاتك واستخدمت موظفينك استغلت بدل ما قاعد الموظف نعم. لو نستغل الموظفين اللي موجودين نعم. والمقعدين حاليا ببيوتهم ويلزم كل واحد مضخه مرشه يمكن بيوم واحد اذا نبدي من كركوك من الشمال للجنوب نطلع منها بيوم واحد صحيح وهذه معدات الدوله كلها وتدخل لنفس الساحه بيوم او يومين تنغسل كركوك بالكامل نعم حتى غسل تنغسل المحلات لكن كل دائره يكون من قاعد عطل راح لفراس ونام وطلع اهو منع التجوال نعم هذا اللي ده يحصل بس يعني جهد الدفاع المدني ابد لا ينكر في هذا الموضوع هناك جهد كبير احنا نشكر اللي يقول انه جهد الدفاع المدني موجود وكذا لكن اكو من يضيع الجهد نعم. في سبيل ابراز نفسه امام مسؤوليه نعم امام مسؤوليه انت لا لكن المسؤول انه ماله لا يجب ان يقول لا انت وين كنت نعم ليش اليوم تاجي صار لك اسبوعين او ثلاث اسابيع او كذا من الايام من يوم 26 واليوم احنا راح ندخل 26 نعم اصبح شهر كامل شهر كامل شهر كامل دفاع مدني كخلية النحل نعم ليل نهار يعني ليل ونهار نعم ليل ونهار وموجودة وموثقة حتى لدى الفضائيات نعم وفضائيتكم كريمة كانت أحد نعم. اللي أيضا ساهمتوا في تعفير مبنى الفضائية نعم مبنى الفضائية نعم. وأكدنا على تعفير الفضائيات لأنه نعم. فضائيات هي داعمة إنك إعلاميا نعم. وتوجيهي للمواطنين نعم. وأنه التعفير مو فرد شيء بل البداية أنه كان يشوف شيء هالة أنه هذا راح يصير له تعفير فد يعني فد شيء معيب عليهم نعم
لا وكان هناك موجود إصابة يعني إصابة لا يا أخي عندنا نريد وقاية نريد نقيك من هذا الضرر نعم وإلزم بيدك يا مواطن لأنه هذا شيء إلك يعني حافظ على أطفالك حافظ على ابنك حافظ على أخوك على خالك عمك صديقك أقاربك المحبين إلك في بقائك أو تواجدك داخل البيت إذا أنت تطلع للشارع وأطلع هذاك يطلع للشارع وكذا ويجي بحر صدر ما يصير هيك يعني مال هو فيروس بالأجهزة تيرى يرى بالأجهزة المعقدة حتى نعم. يعني بالجهاز العادي هم يرى تأكيد زين وإذا ينتقل بال بأقل من مايكرو أو كذا من يسموه بالمصطلحات نعم. العلمية والقياسات الهندسية بأنه فتشير نعم. كل الصغير بالتأكيد ويدخل بالجسم الإنسان يبقى أيام في سبيل حتى يظهر أو كذا يعني أقصى مدة بقاءه بجسم الإنسان هو 12 يوم أو 14 يوم حتى نعم. داخل 14 يوم حسب حكي الصحة الكوادر الصحية بين 14 يوم حتى ما تظهر احتمال الأعراض إذا ما ظلت عليك أعراض خلال هال 15 يوم نعم. أنت ما عمل سليم يعني زين سليم نعم. فهو أنت مو مال حال صدر هذا فشيء خفي والله سبحانه وتعالى اللي أرسل هذا اللي نعم. وباء وأصبحت يعني فلازم إحنا بيش نحتاط نعم هذا أيضا موجود يعني الحذر الشرع والدين الإسلامي أيضا موجود الوقاية نعم الوقاية نعم نعم والوقاية يقول خير من العلاج نعم طيب تعاونكم الآن قسم الإعلام في مديرية الدفاع المدني عندها تعاون وثيق مع وسائل الإعلام في كركوك نعم. هناك تفاعل كبير من قسم الإعلام في مديريتكم مع وسائل الإعلام كيف هو آلية هذا التعاون يعني تلاحظون دور وسائل الإعلام في توجيه وتوعية المواطنين في محافظة كركوك للوقاية من هذا الفيروس يعني كيف هو تعاونكم حاليا مع وسائل الإعلام هل هناك ربما آلية معينة تنسيق معين التنسيق مع الفضائيات أو الإعلام المحلي والعراقي نعم. والعالمي يعني موجود نعم. قبل هذا الفيروس وكثير من الحوادث اللي حصلت لأن الدفاع المدني لم يكن فقط في هذا ظاهر للميدان نعم. ظاهر في الميدان في حالات الأمطار والغرق في مدينة كركوك في حالة حصول الحرائق اللي حصلت في كركوك فكثير من المواقف هو برز بها الدفاع المدني نعم. والدفاع المدني برز به انه كثير من الحالات فكان هنالك تواصل مع كافة القنوات الإعلامية في المحافظة مسبقا نعم ولا لكن كل ما تزداد الحالة الكبر نعم نعم حالات الطارئة نعم. يزداد التواصل ليش لانه الإعلام فد شيء انه يصل لأكثر الناس نعم. عن طريق التلفزيون اللي موجود انه وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي كذلك يستخدمون الاعلاميين نعم. فهذا التواصل احنا بيناتنا اصبح انه نشر وعي واذا حبذا انه المواطن ياخذ هذا التوجيهات نعم. يا حبذا ياخذ هذه التوجيهات حتى انه نحامي ابنائنا واخواننا واقاربنا من هذا المرض ونحافظ على شعبنا من هذا المرض الخطير حتى لا يوجد علاج يعني والله اعلم انه قد يكون انه والحمد لله انه الشعب العراقي اغلبيه مسلمه وهذا المسلم انه هو يعتمد على النظافه اساس في خلاص منها اي نعم ابسط شيء انه يتوضا هو 5 مرات باليوم نعم استنشق تمضمض هذه ام 5 مرات باليوم نعم. كافي يعني يعني اكو قسم اللي يحشرون على الفيس استنشق هواء حار نعم الغرغره بالماء والملح قبل النوم وكذا هذه هو يعني الوضوء يعني فأنت بالوضوء أنت مستخدم هذه يوميا 5 مرات وكذا فهذه تصير يعني وإحنا استخدامنا نظيف دائما الإسلام نظيف نعم الحمد لله الحمد لله والشكر فالأوبئة أنه تكون بعيدة عن الإسلام إن شاء الله إن شاء الله طبعا أنطيك آخر إحداثي آخر الأرقام متعلقة بالإصابات في العراق آخر أرقام حسب وزارة الصحة 346 حالة إصابة في العراق حتى هذه اللحظة 29 حالة وفاة و103 مصابين تعافوا الحمد لله من الحمد هذا لله. الفيروس الحمد لله. توجيهاتكم للمواطنين في نهاية البرنامج يعني خصوصا أكو مواطنين الآن ربما غير مرتاحين أو مستائين من موضوع نعم. استمرار حظر التجوال وهذه الإجراءات الموضوع. نتحدث لإخواننا المواطنين الأعزاء الالتزام بوصايا وإرشادات الدفاع إرشادات الدفاع المدني دليل وعيكم وحبكم لبلدكم نعم. توجه مديرية الدفاع المدني وتشد على الالتزام بالآتي أول شيء التزام بمقررات الأمر الديواني رقم 55 التي تنشر عبر وسائل الإعلام كونها جاءت من مصلحتكم والاحتواء انتشار
ولاحتواء انتشار الفيروس هذا الفيروس. هاي نعم. عدم التجمهر والاختلاط منعا باتا والالتزام بحضور الالتزام بحضرة التجوال. نعم. انه لازم الانسان يلتزم بحضرة التجوال ولا يتجمهر. كل ما يتجمهر كل ما انه يكون الانتشار وفرص لانتقال هذا المرض شحل. نعم سيادة العميد في هذه النقطة إيه؟ يعني نلاحظ اكو فئات موظفين مستثنين من هذا الموضوع، موضوع حضرة التجوال، يعني ربما كادر صحي، ربما موظف في النفط، ربما اعلامي، ربما يعني من الجهات المستثنات من حضرة التجوال، لكن نلاحظ انه ربما في غير اوقات الدوام او في غير اوقات العمل هو شايل عائلته وياه بالسيارة وده يفتر بالشوارع. هو صح انه مستثني صحيح، لكن مستثنى هو ليش؟ يعني حسب الاستثناء اللي حصل بخلية الأزمة لإداء الواجب. نعم. بعد انتهاء الواجب يفترض به أنه لا يتحرك لأي مكان. نعم. أيضا يحاسب يعني. نعم يحاسب. وأنا اليوم الظهر طلعت بالطريق لقيت مفرزة لازمة سيارة مال كهرباء. نعم. يقول له ايش بيه هذا سيارة كهرباء؟ يعني واقف يحاسب به والمكان ضيق. نعم. قلت له يا أخي افتح لنا الطريق خلينا نعبر، احنا منتهي دوام نريد نروح. فقال هذا شايل عائلة وياه ما أدري شنو بالسيارة. قلت له إذا شايل عائلة هذا خذوا اجراءاتكم اياه. ما يخاف على عائلته؟ لا ما خايف على عائلته، انه جاي وشفت ناس يعني تمشي يجي انه كعسكري وبتجون على بالك ما اخذ تاكسي. لا انت حافظ اول شيء خلي يكون عندك وعي بانه لا تتنقل حتى لا تنقل. لا تتنقل حتى لا تنقل انت المرض. قد يكون انت المكان اللي رحت عليه مصاب، جيت رجعت لبيتك جبت المرض نقلت وياه، ومن نقلته راح تنقله للمنطقه اللي انت قاعد. نعم. والصديق اللي يلتقي وياك والأخوك والأقاربك وخالك عمك هاي كلها تصير. أنا كشعب عراقي يعني كنا يعني لازم خالك خطورة الموقف يعني. نعم. خال عم هذا كله موجودة بك. نعم. تواصلنا أكثر شيء بالنسبة تروح لصديقك، الصديق هم من التقى وياك راح يدخل هم نفس الحالة. نعم. وتبدي تتسع. نعم. الهالة والدورة الدائرة مالت الانتشار. نعم. فكلما تحجمت الحركة كلما قل انتشار الفيروس. نعم. هو علاج العزل يعني العزل علاج. نعم. الحجر. نعم الحجر الصحي. نعم. الصحي ابتعاد عن التجمعات بالكامل. المدينة أخلوها بالكامل بالكامل. نعم. بالكامل طلعت ماكو وبدأ التطهير لها حتى أنه تخلص منها. نعم. وحجروا نفسهم أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حسب ما تحكي الفضائيات. إحنا ما شفنا بس من الفضائيات والوسائل الإعلام تحكي لنا أنه هذا حجر أصبح عندهم هم نفسهم حجروا نفسهم قسريا. نعم. وعندما إيطاليا ما استخدمت الحجر الصحي ولاحظنا ما انه تفشى المرض. نعم. وستفشى بها واكبر حالات وفاه يوميا اكثر من دول. نعم. العالم حاليا بها وفيات. نعم. اذا وعي المواطنين مهم جدا في هذه المرحله. الوعي ضروري للمواطن انه يستخدم استخدام الحجر الصحي وليس هو انه انا عندي مجال انا هسه انا عنيد اقدر اروح اخذ كل اطفالي. نعم. وكذا اروح غير مكان. لا انا باقي اصل ينتهي الدوام اذا عندي فتره استراحه اروح للبيت ما اطلع لاي مكان الا في الحالات مستعجل او العمل ربما كانما المهام. مثل جيب مسواق للبيت. نعم. ولو هسه مثل مال المخدر يجيك للبيت. نعم. كل دفتر ابو الغاز ده يجي للباب بعد ما عندك فرد شيء الا اللهم بعض الشغلات الاساسيات الاخرى في البيت تحتاجها. نعم. تجيبها وتجي حالات القصوى. حالات القصوى واذا عندك حاله مريض هسه حتى العيادات معزله مجرد تروح للصيدليه تاخذ. نعم. علاج بدائي على ما يقول يعني هيك. نعم. مو بدون وصفه طبيه يعني حتى المفارز الامنيه اعطت او سمحت للحالات. نعم. الطارئه الحالات الطارئه المستشفى. نعم. والحالات الانسانيه موجوده. نعم. لانه الحاله الانسانيه موجوده. نعم. باقي توصياتكم. باقي توصياتنا التاكيد على النظافه العامه والنظافه الشخصيه. نعم. غسل اليدين باستمرار عند بالصابون او المعقمات او المنظفات دائما. عند الشك بأي أعراض شبيهة للإنفلونزا مراجعة أقرب مركز صحي بدون تردد. لا تخاف إنه والله خاف يحجروني خاف. لا يحجروك ولا يتمرضون أطفالك. نعم. يحجروك ولا يتمرضون جيرانك. ها مو مشكلة إنه تنحج أسبوعين مو مشكلة. أنت وين راح تروح؟ مكان وهادئ ومرتب وكذا وكل شيء متوفر لك بوسائل راحة بالحجر الصحي. تعقيم المنازل باستخدام المنظفات المنزليه وموجود القاصر في كل بيت يعني وكل بيت يقدر يستخدم. نعم. اي نعم هذه التعقيم اي نعم. نعم. وهذا انه راح ينهي انه انتشار هذا المرض. تتم عمليه خلط الماده القاصره بنسبه 1 الى 9
وأنت القاصر تستخدم 1 إلى 9 يعني لترة ولترة بتسعة لترات، هذا اللي موجود عالميا. نعم. موجود، وهذا اللي ده يستخدم بتعقيم كله، بس إنه الواحد لا يخلي يستخدم بكثارة بكثرة على مود لا يأثر عليه. نعم. نفسي أو مرضيا أو كذا يسبب حالات. ذوات سرعة الاتصال في حالة أي حصول اتصل بأي جهة طبية أو كذا حتى أنه تنتقل إلى مركز صحي لغرض المعاينة معالجة أو المستشفى لأحد. نعم. ويبقى شعارنا في هذه المرحلة الميدان مكاني دائما والمنزل مكانك مؤقتا. نعم. شكرا جزيلا. يعني كان هذه معلومات مهمة وحديث قيم فيما يتعلق بعملكم. على الاستضافة واللي أنه نوصل صوتنا لكافة أبناء الشعب وأبناء كركوك، وإحنا دائما في خدمة أهالينا في كركوك وأبنائنا في محافظة كركوك. يعني جهد استثنائي من مديرية الدفاع المدني في التعاون للقضاء على فيروس كورونا، خصوصا محافظة كركوك. يعني مديرية الدفاع المدني كان لها دور فاعل في مكافحة هذا الفيروس، في التعاون مع في إطار خلية الأزمة الموجودة في المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وتوجيه الإرشادات والتعليمات لهم فيما يتعلق بالوقاية من هذا الفيروس. نشكركم جزيل الشكر على حضوركم لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، كان ضيفي في البرنامج مدير الدفاع المدني في كركوك العميد صالح محمد علي، نشكره جزيل الشكر على حضوره اليوم. نشكركم أيضا مشاهدينا الكرام، ونلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج نظرة إلى الأحداث. شكرا جزيلا.